لا ونانسي بتلعب قدامنا مفيش اي مشكله. عمو تاخد حاجه يا عمو؟ ما فيش اي حاجه والله. مش محتاجه يا حبيبتي والله. لا يا احمد اديها حرام باين عليها عسوله. تسلك ايه يا حبيبتي؟ اسمي امنيه. اسمك جميل يا امنيه. ايه ده امنيه؟ نانسي؟ تعرفيها دي يا نانسي؟ ايوه ماما دي معايا في المدرسه وتطلع على طول من الاوائل. صباح الخير يا محمود. هنفضل على الحد لحد امتى؟ حاليه احنا محتاجين حاجات كتير في البيت خلاص، كل اللي عندنا في البيت قرب يخلص. احاول اتصرف يعني كده. اخر فطار لينا النهارده، مفيش اي بعد كده حاجه لينا في البيت. ايوه اعمل ايه؟ انت لو كنت ما انت كنت بطلت اللي انت كنت فيه ده وكنت ماشي كويس، ايه اللي حصل لك؟ معرفش ايه اللي حصل لي. هنفضل كده لحد امتى يعني؟ مالك كويس؟ انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ مش شايف نفسك انت معايشنا ازاي ولا معايش بنتك ازاي؟ هو انت ايه مكفوه شويه بقى من اللي انت فيه ده؟ ايه في الكلام ده خالص؟ اقع فين يا بت؟ رايحه الدرس يا بابا. درس ايه يا بت؟ بس يا بابا كل ما اروح الدرس الميس بتقول لي انا عاوزه الفلوس وتزعلني من صحابي كلهم. يرضيك يعني يا بت تزعلني من صحابها كده يا بابا يعني؟ صحابي يستعروا مني يا بت. ادي كل بنت دي بس؟ عايزهم ليه؟ عايزهم ليه؟ تفتحي بقك خالص. عايزهم ليه؟ تفتحيش بقك. بص يا بت، انا هجيب لك مناديل تطلعي على البحر، انا هجيب معاكي تعيش بقك. مناديل تشتغل. مين هتشتغل؟ الناس بتعاطف مع العيال الصغيره، او نعرف ناس بيجيبوا فلوس كده. مش بيقعد مناديل. هي اللي هتشتغل ولا انت؟ مفيش دعوه انت، انا ما بقتش هشتغل خلاص. مش هو شويه بنزين اشتغل انا كمان. هو انا بشوف صحابي. بس ساكته ما تقوحيش تتكلميش معايا وتقعدي معايا خالص. هو انا صحابي، هو الابواب بس اللي بيصرف علينا. مفيش دعوه. بعدين بقول انا مش هتعلم زي اصحابي كلهم. في مين بحالي بقى فهمي؟ يعني هتضيع حتى مستقبل البنت حتى في التعليم؟ ما تخليها تتعامل بحاجه لما تكبر، يمكن هي اللي تطلعنا من الدنيا اللي احنا فيها دي. شوفي ما جاش 30 جنيه كل مره دي. هو ممكن اطلع 30 مع 20 جنيه معايا انا؟ معايا انا؟ ما تطلع تشوف انت 20 جنيه. هو ممكن اطلع دكتور يا بابا اساعدك لو انت دكتور مش هينفعنا بحاجه، بنتعلمه والله لازم تعلمه حقوق البيت، انت وتعلمها عني انا في البيت. اسمع بس اسمع، مش هسيبك تضيع مستقبل البيت انا. كانت بتعيش بقى البنت وانا حر فيها. انا مش هسيبك تضيع مستقبل البنت. يلا بنت انا معايا. خلاص تعيش بقى خلاص. ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، ما ينفعش تضيع مستقبل البنت ومستقبلنا وحياتنا كلنا. انا هعيشك اسمع مني، خليك تعيش بدل ما تموتي. اتفضلي منزلي يا طنط. لا حبيبتي مش عايزه ولا حبيبتي معلش يا طنط نفعيني بيه خلاص. معلش يا طنط انت بتبيعي مناديل ليه كده؟ انا ببيع مناديل ليه؟ بابا قال لي سيبي تعليمك وبيع مناديل. باباك اللي قال لك كده؟ اه. روحي قولي لبابا يا بابا حرام عليك يا بابا تطلعني من التعليم يا بابا. بس دي مش شغلانه عيب، ده انا بشتغل بالحلال. طب حرام ما يطلعكيش من المدرسه؟ مش بارادتي والله. مش بارادتك؟ لا ماشي. لا خديها مش عايزه خديها. لا مش عايزه. لا ونانسي بتلعب قدامنا مفيش اي مشكله. عمو تاخد حاجه يا عمو؟ ما فيش اي حاجه والله. مش محتاجه يا حبيبتي والله. لا يا احمد اديها حرام باين عليها عسوله. تسلك ايه يا حبيبتي؟ اسمي امنيه. اسمك جميل يا امنيه. ايه ده امنيه؟ نانسي؟ تعرفيها دي يا نانسي؟ ايوه ماما دي معايا في المدرسه وتطلع على طول من الاوائل. طب يا حبيبتي طالما بتطلعي من الاوائل وشاطره قوي كده ليه بتبيعي مناديل؟ اصل بابا ما معهوش فلوس ما بيشتغلش، وبعدين اتخانقوا هو وماما لحد ما وصل الحل ان انا ابيع مناديل. يعني سبت تعليم بابا ما بيشتغلش وسبتي تعليمك ومامتك ما بتشتغلش وسايبينك انت تشتغلي وتسيبي تعليمك كمان؟ بابا قال لي اشتغلي زي كل البنات. وبعدين بابا قال لي مش هياخدوا منك المناديل، هيديكوا فلوس بس عشان هما الناس بيحبوا العيال الصغيره. يعني كمان بتشحتي منزلك تشحتي وكمان قايلك تعملي ايه؟ ها ده ما عندوش دم والله. ايه الابهات دي؟ بس والنبي ما تقولوش عشان هيزعقلي. لا هو انا ينفع اروح اكلم مع ماما وبابا لو مش هتزعلي؟ اه بس ما اكلمهمش انا يا ستي. انا هكلمهم عشان انتي لازم ترجعي مدرستك قريب عشان امتحاناتك اخر الشهر الجاي. ينفع كده؟ لا. طب انا طالبه منك طلب، ينفع تاخدي المناديل دي وتروحي وانا جايه وراكي دلوقتي؟ ماشي. نانسي انت عارفه بيتها فين ولا لا؟ عارفه. طيب خلاص انا جايه لك دلوقتي مع نانسي، بس طالبه منك ما تبقيش لاي حد تاني وتروحي لي البيت حالا. انت زي بنتي بالظبط. ماشي شكرا يا تونس. وخدي خلي ال 20 جنيه دي معاكي.
دول كتير قوي. لا يا حبيبي لا مش كتير المفروض حقهم. لا لا, لا 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 مش عايزين اي حاجه, انا عايزاكي تروحي البيت على طول. ينفع؟ تمام. عايزه حاجه؟ لا مع السلامه يا نانسي. ده ايه الاب والام اللي ما عندهمش دم دول؟ يعني شغلوا البيت وقعدوها من المدرسه وهم قاعدين في البيت حاطين رجل على رجل. تبيع مناديل؟ لو يقول لها ايه انزلي هاتي وهم هتسحبي عليهم مش هياخدوا منك مناديل. والله الراجل ده لو شفته هزقه. والله العظيم احسن ما تقدرش تستحمل كده. هنروح لها حرام. هي شاطره يا نانسي؟ جدا يا بابا. والله نخسرها والله, دي عنده كنز, عنده كنز. بصي بيعمل فيه ايه. يلا تعالى نروح له احسن. طب تعالي. طب تعالي. انا ليه كلام معايا اهي. بس يا محمد ما ينفعش اللي هو عمله ده يا محمد, ده هيطلع البنت من المدرسه ويضيع لها مستقبلها. انا مش عايزه كده, ما حرام البنت صغيره ما تستحملش كل ده اصلا وهي تقف في الشمس كل الفتره دي. السلام عليكم. يا حود سلام. اللي انت بتعمله ده بعمل انا جبته وشكت اشتكيت له على كل حاجه وحكيت له على اللي انت عملته مع البنت كله. انت دلوقتي بعتي بنتك, بكره هتبيع اختي. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ يا عم بطل الهباب اللي انت بتشربه ده يا عم, وفوق شويه. اتكلم معايا عادي, انا بحترمك, ما تتكلمش معايا كده. انت اللي تتكلم كويس. اتكلم كويس. تطلع بنتك من المدرسه عشان تبيع مناديل؟ ايوه يا عم لازم تعاطف مع العيال الصغيره. تشتغل انت يا عم, انت فيك صحه ولا تروح تشتغل؟ مش قادر اشتغل خلاص, انا جايب بيت من الهباب اللي انت بتشربه يا عم. مش قادر تمشي. بطله يا عم. هباب ايه وبتاع ايه يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله يا عم؟ انا هاخد اختي معايا البيت, ولما تعرف تصرف على البيت يبقى اتصل بيها تيجي تاخدها. تمام؟ بابا ايه عملتي ايه؟ استنى عملتي ايه؟ دي الكلام ده ايه؟ انت ما عنديش حاجه؟ لا يا بابا ما رضيش ياخدوا مني حاجه. بس يا بابا واحده صاحبتي يا بابا شافتني وهي مع ابوها وامها, وطنط قالت لي ما ينفعش تبيعي مناديل عيب قوي, وقالت لي هاجي اكلم ابوكي وعطتني. شفت انت عملت ايه في البيت؟ عطتني 20 جنيه. والله العظيم والله انت خايبه. والله انت هتهزقني يا عم. سيبني في حالي, انا شايف حياتي صح. انا ما بعرفش اشتغل خلاص, بطلت اشتغل. انا هقعد معايا وهي معايا. ما بتقدرش تمشي. انا ما بتقدرش تمشي. انا ما بتقدرش تمشي. ما بطلت مش هنعيش معاك, ولا انا ولا البنت. انت لو بطلتيش ولا انا ولا البنت. انا عاوز البنت وانت تمشي. مش هتعيش معاك, هتيجي معايا. انت لو بطلت الزفت اللي انت بتشربه ده هتفوق وتبقى زي الفل. السلام عليكم. مساء الخير. ابو امنيه حضرتك؟ ابو امنيه؟ اه في حاجه ولا ايه؟ امنيه مع بنتي في المدرسه. انا بصراحه مش قابله خالص ان بنتك تسيب المدرسه والامتحانات قربت عشان تبيع مناديل. دي بتقول لنا بابا قايل لي انت هتروحي للناس هتسحبي عليهم هيديكي الفلوس على طول. هو قال لها كده فعلا. هو ده الكلام اللي هو قاله. وحضرتك سكتت ازاي؟ هو انا ما بايديش حاجه. قلت له اعمل ايه؟ قال لي اقعدي انت هنا, ورماني في البيت ومشى. بص ايه المفروض ان انا اعمله؟ لو سمحت انت عندك كنز, دي بنتي بتقول بتطلع من الاوائل على طول, دي خساره ليها. انا مش عاوز اوائل, عاوز فلوس. كنز اللي اتعلمه اخده ايه؟ اللي اتعلمه اخده ايه؟ لو بقت دكتوره تمشي في الشارع تقول انا بنتي دكتوره, تفتخر بنفسك. يا عم انا عاوز فلوس وافتخر, مش عاوز دكتور. يا عم تعالى شغلك عندي في الشركه. انا ما قادر اشتغل, ما بقتش قادر اشتغل ولا اعمل اي حاجه, انا كده مبسوط. بنتي يا عم وبنتي. والله حضرتك خساره. انا عاوز اغنيه وقايه معايا البيت, لما تعرف تصرف على البيت يبقى تعالى خد. اخويا جبت اخويا واشتكيت له على اللي هو عمله معايا. ما تعيشيش معاه وبنتك ترجع المدرسه من بكره, حرام عليكي. ده هترجع المدرسه. والله يا استاذه لو محتاجه اي مصروف انا هسدها تحت امرك. والله العظيم شكرا. هي شاطره خالص. عايزين تكفله ودراستها كلها, احنا تحت امرك. والله انا اخويا بس ما تقعداش حرام. اخويا مش مخليني محتاجه حاجه. وانت اقول لك حاجه, ربنا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جدع, ده على مستقبلك. من الزفت اللي بيشربه والله ما بيحوقش فيه كلام, مهما لو اتكلمت للصبح هو بدماغه بتفكيره هو مش هيتغير. عندك كنز وتضيعه كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عم. انا مش عاوز تعالي, عاوز اشتغل عشان تصرف عليه. لا يا اخي يا اخي روح اشتغل بيه. مين اللي راجل؟ تقلع فوق لنفسك. مين اللي راجل؟ مين اللي راجل؟ هي ولا انت؟ ولا انا؟ ما شويه نزلتها هي شويه شويه تقول لي اصل انت. انت عاوز ايه؟ يلا بينا عادي. يلا تعالى يا امنيه. فوق مش تاني ماشى ليه ده؟ هو حلال في اللي حصل له؟ انت مشيت ليه يعني؟ يلا بينا يا حبيبي. هو ماشى ليه؟ يلا بينا. انت ما لسع بين عليه. امال بينا يبيع مناديل. امال انا هصرف منين انا؟ هصرف منين يا جدعان؟ انتوا في حاجه في دماغكم؟ انا شايفكم مش فايقين والله. ده الناس دي ضايعه ولا ايه؟ في ايه لما تبيع مالوش اكلني انا؟ فخلاص ما بقتش قادر اشتغل. خد يا بت